مبسوط. إن شاء الله كل أيامك بسط. خير أبو صبحي؟ صفاء يا صفصف يا صافيني مرة، طاير عقلي من الفرحة. يعني رايح اليوم لعند أبو صبحي؟ بلشتي تعفسي بحقل الفصة، شو بدك تنكدي علي أنتي؟ خليني مبسوط وطاير عقلي. قومي قومي فرجيني على طولك، قومي 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 رصي وافتري لك شوي. ايه بتقولي ايه كمان؟ وليه اتصلي بالاسعاف؟ وليه انت؟ طيب يلا سكر سكر خلاص سكر جاي سكر. شو خير وين رايح؟ استودع مختار احترق بيقول عنده روح معه؟ لا لا تخليكم ما في حدا. يلا سلام. طمني اذا بصير معك شيها. طولي بالك امي بس لنفهم شو القصة. ما سمعتي اخوك شو عم يقول؟ حريق حريق، المستودع مليان خشب. يا امي مشاء الله ما تفاولي، يجوز ما يكون المستودع. طولي بالك واستهدي بالرحمة. يعني امي ما حفظتي لمختار؟ اذا القصة صايرة مع الغريب بيلتهف كأنه القصة له. طولي بالك اكيد بيكون صاير شي مع الجيران. ما بعرف قلبي مو مطمئن. ما في مشكلة انا بحل الموضوع. باي. يعني بصراحة ما أقدر أقاوم حالي وما أجيب لك الوردات، بعرف إنه أنت بتحب اللون الموف. وهدول المصاري من فادي وبيسلم عليك كثير كثير. بس تعرفي شو لحصل لك شغلة غريبة يعني بسفل الكيس؟ في شيء هارر هيك من الموبايل لونه أبيض. بس شيء ناهي ها؟ بتعرف شغلة؟ لو هذا الشيء صار بشي فيلم أمريكي كنت بتطلع من هون جثة. أو كنت هلا يعني صورة ببرواز على حيط بيت أهلك بس بشريطة صوت. بس أنا لا بخاف منك ولا بخاف من اللي أكبر منك وغير هيك. لسانك بقصة إذا بسمع شي عن هذا الموضوع. لا يا مدام الله يسامحك، ولو يعني معقولة بعد كل هالعشرة عم تحكي هذا الكلام؟ يعني ما بتعرفيني؟ أنا كان يدخل غيري بصراحة إنه ما في مجال هيك تفوتيني معك هذا بهذا الخط. خرج ولو خلص تركني الموضوع، فكر ورد لك خبر. أمر. أنا رايحة اليوم على الحارة. ليش شوفي بالحارة؟ لعن جارتنا أم مختار، مو حلوة منا، احترق مستودع على مختار وما شقينا عليهم. خير 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 إن شاء الله، اللهم لا اعتراض على حكمتك، وأماني سلمي لي عليهم. تسلم. عاوزة شي؟ سلامتك. ديري بالك على البنات. الله معك.